حرمة الشوارع والأرصفة، وكذلك الممتلكات العامة. يعني يعقل هذا الشيء؟ ليش هذا الشيء بنشوفوش في كل الأماكن؟ أنا ما شفتوش، أنا شخصيا ما شفتوش في رام الله. كان في التزام حديدي تقريبا في هذه المحافظة. طب ليش إحنا مش زيهم مثلا؟ ليش ما بنقلدش كمان الشغلات الإيجابية؟ بكل الأحوال خلونا نروح للدكتور رياض الراس، رئيس بلدية طول كرم. دكتور رياض عوض ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير، وكل عام وأنتم بألف خير. أسعد الله صباحك يا وفاء، أنت وجميع المشاهدين والمستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بك. يعني كنت أتحدث قبل قليل، لماذا لازلنا نشاهد للأسف الشديد ونرى هذه التعديات وهذه الفوضى التي بالفعل كانت واضحة للرأي وللزائر في شوارع طول كرم وأرصفتها؟ حتى أنا قلت النافورة يعني كان فيها شوي لحم وكان فيها قلي بطاطا، فلا يعقل أنه حتى الأماكن الممتلكات العامة يتم استغلالها بهذه الطريقة، حتى ولو أن كنا في شهر خير وكنا في الرزقة. الرزقة ما بتيجي بالتعدي على حرمة هذه الأماكن. نعم، أنا بأكد والله على اللي تفضلت فيها ست وفاء، يعني كان الوضع غير مريح على الإطلاق، خاصة في أواخر شهر رمضان، بالذات في منطقة مركز المدينة، منطقة الدوار، دوار جمال عبد الناصر. نافورة كما تفضلتي، احنا بدأنا بتشغيلها قبل العيد يوم يومين، ولكن للأسف الشديد بسبب كثرة إلقاء النفايات، يعني كان الناس بيجلسوا حولها بيلقوا الكاسات الفارغة وهذا، وصار تسكير وتعطلت المضخة للأسف الشديد، حتى مضطرين احنا الآن لوضع مضخة جديدة، وإن شاء الله تعالى بنشغلها قريبا. لكن نعم صحيح، يعني كانت التعديات واضحة. احنا الآن سنتصرف بطريقة مختلفة حقيقة، الآن سنتعامل بقسوة مع التعديات، مضطرين. وحصل التواصل مع الشرطة، وهناك تعاون كبير جدا، الشرطة أبدو كل استعداد لدعمنا، لدعم البلدية في إنفاذ القانون. في النهاية زي ما تفضلتي، هذا ملك عام، هذا حق عام، حق للمواطنين أنهم يمروا بالأرصفة والشوارع بأريحية. كان هناك واضح هذا التعدي، وإحنا إن شاء الله تعالى فعلا هناك خطة لفرض القانون بالقوة. بصراحة ستكون هناك غرامات كبيرة للمتعدين. إحنا للأمانة خلال أيام العيد، أنا بالأمس وأول أمس خرجت مع الطواقم وأزالوا كل آثار البسطات. فوجئنا صباح اليوم، أنا عملت جولة صباح اليوم، إنه عدد من البسطات عادت. طب شو اللي بيخلي، يعني عفوا على المقاطعة دكتور رياض، يعني من تقريبا 7 رمضان شارع باريس مفرق المقاطعة، دوار جمال عبد الناصر، طلعت سوق الخضار، كل هذه الأماكن كل زاوية وركن فيها تعديات، مش بس بسطات، حتى من بعض أصحاب المحل التجاري، لا الأدهى والأمر، يعني أصحاب بعض أصحاب المحل التجاري دكتور يعني حاطين الملابس على الشارع، لسه مش بس على الرصيف، على الشارع، وحاطين كراسي حاجزين. هذا على مستوى المحل، على مستوى البسطات حدث ولا حرج. يعني من 6 أشهر كان في حديث عن إزالة كل هذه التعديات. إذا يعني كان في تعاون بينكم وبين الشرطة وأنت أشدت بهذا التعاون، إذا لماذا لا نرى أن القانون يطبق على أرض الواقع؟ يعني للحقيقة، الحقيقة يا ست وفاء، يعني قلنا في أواخر شهر رمضان كانت طبعا التعديات واضحة. لا ما يعني ما أردنا أن نفسد، خلينا نقول يعني فترة العيد ورمضان، بأنه يعني بالدخول بإشكاليات مع أصحاب هذه البسطات حقيقة، يعني كان هذا وجهة النظر. بس هم عاملين إشكاليات مع المواطنين دكتور، هالعشر أيام هذا صاروا يعني وكأنه ترند، يعني في خلص معروف أنه في الآخر 10 أيام بيصير هالبسطات وهذا، يعني كموسم. ولكن الآن أنا بوعدك لن يتكرر، لن يتكرر. العيد القادم بإذن الله تعالى ستكون هناك إجراءات يعني
سابقة قبل العيد ستكون هناك إجراءات لمنع تكرار هذا الأمر. يعني نعم، يعني هذا ما نتمناه دكتور رياض بصراحة، لأنه إنفاذ القانون حتى ولو كان بالقوة، رغم أنه إحنا كنا على ثقة أنه دائما وأبدا الجهات القانونية سواء كانت الممثلة بالبلدية أو حتى الشرطة والأجهزة الأمنية هي تتعامل بروح القانون، لكن على ما يبدو أنه البعض لا يمتلك هذه الثقافة. برضو عشان نرجع ونحكي بشكل منصف وليس دفاعا أو جلدا لطرف دون الآخر، كمان إحنا ما عندناش ثقافة زي الخلق والناس، ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة. نجي نحكي عن رام الله، الناس يا عمي هناك عندها احترام للشارع، عندها احترام للرصيف، عندها احترام ما ترميش الزبالة أجلكم الله على الأرض. هذا كمان يعني تفاصيل مش لازم تغيب عنا، يعني مهم جدا أنه بالفعل يتم إنفاذ القانون بشكل عادل وبشكل متساوي على الجميع، والأهم من ذلك حتى قبل يعني مناسبات أخرى. دكتور يعني خلاص ما ضلش لا رصيف ولا شارع بصراحة، إحنا ضقنا ذرعا للأمانة بسبب هذه المشاهد، رغم أنه مشكورين جزيل الشكر للأمانة كان تزيين البلد واستعداد طول كرم لاستقبال شهر رمضان. خلال شهر رمضان كان شيء يحكى عنه وحكي عنه في كل الوسائل الإعلامية، الحمد لله، ولكن إحنا كمواطنين سكان هذه المنطقة وهذه المحافظة كنا مستائين من الذين قاموا بالتعديات والتجاوزات والاعتداء والاحتلال للأرصفة والشوارع وعدم الحفاظ على النظافة. هذا مهم جدا أنه إحنا ينظر له بعين ليس الآن خلص بدناش نقول عين الرأفة والرحمة، اليوم عين القانون بالقوة، والقانون بزعلش حدا. إجمالا إحنا نتمنى أنه قريبا نشوفكم مرة أخرى في الميدان في تطبيق هذا القانون مع الجهات المختصة، وأشكرك جزيل الشكر الدكتور رياض عوض رئيس بلدية طول كرم، شكرا جزيل الشكر لك. أحمد القيسي يسعد صباحك بكل الخير دائما وأبدا. وكذلك في ناس يعني لما إحنا بنيجي بنحكي عن هذه القضايا أنه بصراحة بيرسل إلي أنه على الفاضي قاعدين إحنا بنحكي وعلى الفاضي، لا هو مش على الفاضي، على الملان. بمعنى أنا دائما وأبدا بعيد والله، وسمعتها أكثر من مرة أنه والله وفاء التعبيش حالك، أنا وظيفتي أني أعيد وأزيد. وعلى قولة أسعد لي صباحك بكل الخير في هذه اللحظات أبو رامي أسعد لي صباحك بيقول للأسف طول كرم بدها يعني مثل الحجاج، وإني قد أرى رؤوسا، إني أرى رؤوسا